مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة ورابعة الرياضية، أهلا بكم. والجزء الثاني من هذا الحوار الوثائقي مع الدكتور باسل عبد المهدي، ورحب بكم أخرى دكتور. تحدثنا عن الأولمبية، عن دوكان، لكن لو نأتي على المؤسسات الرياضية فإن وزارة الشباب والرياضة واحدة من المؤسسات الرياضية الشبابية. السؤال الذي يعني حتى من بدأت العمل الإعلامي بال 2004 كان السؤال هو الخلط ما بين دور المؤسسة على مستوى الرياضة وعلى مستوى الشباب كقطاعات يعني، ومدى توغلها في المجال الرياضي وأين مداها في المستوى الشبابي. هناك يقال عدم فهم لدورها كوزارة شباب ورياضة. أشكرك أخطاء، أتمنى ما تجاوب قبل ما يعني ما تجاوب، أنت أعطيت نصف الجواب أي في سؤالك. الخطأ الأكبر اللي ارتكبناه في مسألة إعادة تحرير قانون الوزارة بعد أن أعيد تشكيلها بعد سقوط النظام، نعم، ارتكبت اللجنة اللي أنا رئيسها، لجنة إعداد القانون، ارتكبنا خطأ كبير بإعادة تسميتها إلى وزارة الشباب والرياضة. لو بقيها وزارة الشباب فقط، لأن الشباب هو المفهوم الأعلى، المفهوم الأكبر، وعزل الشباب عن الرياضة يعني بالنسبة لي وأنا أكررها ما يجوز. عزل الشباب عن الرياضة وعزل الرياضة عن الشباب كما تعزل الماء عن البحر، إذا جاز التعبير، وهذا لا يحدث. هذا في وضعنا، خصوصا أنه لم يكن هناك سياسة شبابية بالعراق، مو بس رياضية، فراحت أذهان الناس إلى أنه الوزارة هي أقرب إلى وزارة رياضة، وتحولت من وزارة رياضة أيضا إلى وزارة طوبة. بس عفوا، تكلمت بشجاعة عن الخطأ، هو الخطأ الغير مقصود، يعني كأنما كنت تعتقد بأنه سيكون المفهوم واضح للفصل والدمج أحيانا بين يعني هي المشكلة الأكبر في وسطنا الرياضي والشبابي هو ضعف الثقافة العامة في مواقع القرار. ضعف الثقافة العامة بشكل عام، يعني ما يجوز نجي نترجم مثلا عن الأردن، أو نترجم أو نقلد تجربة مثلا قطر. يصير نكتب إحنا وحدنا تجربة؟ نعم، يجب أن نكتب وحدنا. إحنا بلد يختلف، بلد ب 70% طبقة وسطى، قاعدة كبيرة للشباب وللرياضة، بعشرات مئات نظام السياسي مختلف عن دول العربية طبعا، أيضا تاريخ كبير، حافل قديم، كفاءات، كنا نعلم العالم رياضة، قادة الخليج في الرياضة اللي أصبحوا قادة بالعالم كانوا يكيفون بالسبعينات والثمانينات، يقعدون يشربون ويانا استكان شاي. زين، علمناهم رياضة. أنت قل لي المدربين الأجانب، أجا مدرب كويت يشتغل بالعراق أو مدرب إمارات يشتغل؟ كل المدربين العراقيين، الكفاءات العراقية، الأكاديمية، كليات التربية الرياضية في البلدان العربية، في الأردن، في اليمن، في الجزائر، قامت على أكتاف عراقية. فعندنا القدرة بأن نكتب. نحن عندنا، ولا ليش موجود عندنا الآن حوالي 20 كلية تربية رياضية؟ وأهليات، صح؟ نعم، عندنا كفاءات كبيرة، لكنه جيد. لجنتكم كتبت هي من ذاتها لو استندت إلى؟ لا، إحنا أنا رئيسة لجنة لإعداد قانون وزارة، واللجنة مكونة من اثنين قانونيين مجموع خبرتهم أكثر من 50 سنة، زين، واثنين حملت شهادة دكتوراه مجموع خبرتهم حوالي 60 سنة، وقعدنا قرينا كل قوانين الوزارات كل قوانين الوزارات، وسوينا نظرية. أنا رجال دكتوراه إدارة وتنظيم، سويت نظرية بناء مؤسسة على ضوء المشاكل القائمة فيها، لأنه ما استلمنا وزارة عندما شكلت، وإنما استلمنا هيئة محطمة. عفوا بس حتى توضح لنا، هو لغة وزارة الشباب في زمن 87 وما تأسست وزارة إلى بعد السقوط؟ لا، تأسست هيئة الشباب لأجل أن تحل محل اللجنة الأولمبية في مسألة النفط مقابل الغذاء.
لأنه اللجنة الأوروبية لم تكن مؤسسة حكومية، فحتى تحل محل وزارة الشباب كان رئيسها الأخ كريم الملة. يقول أنا كنت جزدان عدي بالرياضة، جزدان عدي بالرياضة، نعم يقولها علني زين، حتى تحل محل اللجنة. فمن جينا استلمنا وحللنا كان عندنا حوالي 1800 موظف وموظفة أول أيام السقوط، 80% ما حاملين شهادة ثانوية. فكيف تبني انت شلون درجاتهم الوظيفية شنو كانت؟ يعني خريج ثانوية، خريج عمال مستخدمين، اي ما حاملين درجة، ما حاملين درجات كلية خريج بكالوريوس. بكالوريوس فما تقدر. بنينا النظرية وشفنا تقديس بالديوان والمراكز مهملة وإلى آخره، يعني على ضوء اللي كان حاصل سياسات الحصار اللي صارت على العراق. فحاولنا أن نبني هذا الموضوع، بنينا نظرية 7 مديريات عامة، حولنا المكدس في الديوان إلى فعالية في الميدان. طيب المكدس في الديوان إلى فعالية في الميدان، وسوينا ربط بمتابعة وتخطيط إلى آخره. القانون قنعنا به مجلس شورى الدولة وقال هذا أجمل قانون قدم لأي وزارة من وزارة العراق، ورحت أنا في مجلس الوزراء أيضا ناقشته وسلمته باليد إلى رئيس الوزراء كان الدكتور الجعفري زين، وأرسله يوم 30/11/2006 إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ما طلع إلى 2012، ما طلع إلا ب 2012. ساومونا مساومات طائفية ومذهبية وابتزازية، نواب ولجان. وأنا من رحت ناقشته، والوزير الأستاذ جاسم قال لي أنت كاتبه أنت تروح تناقش. قلت له تومر، يعني أسئلة تخرب ضحك، أسئلة تخرب ضحك. يعني إحنا نحتاج وزارة شباب بالعراق؟ يعني قلت له لا تسألني لي، اسأل رئيس الوزراء ليش عنده وزير شباب زين. وأنا جايب مشروع أمام مجلس نواب، أمام ممثلي الشعب أدافع عنه. بعدين وزير الشباب أنتوا صوتوا عليه بالإجماع، الآن تقول نحتاج وزارة شباب؟ أرجوك احترم نفسك، أنت إحنا مو تلاميذ عندك بالصف. قلت له ما خليك تلميذ بالصف من تسأل السؤال هذا. زين أي والله، يعني وحدة تنفتق ذهنها وتقول لي ليش ما تسوينا 4 فرق عراقية شارك بكأس العالم مثل انجلترا وسكوتلندا وإيرلندا وبريطانيا وويلز. عجيب. تقول لي، قلت لها إذا احنا ناخذ 4 فرق ايش نطي للبرازيل 400؟ يعني إذا يسألون الأسئلة هاي يقدرون يمشون قانون. هذا كان النقاش. واحد يخابرني يقول لي عين لي مديرين عامين أمشي لك القانون، اقسم بالله العظيم. وكأنما القانون مالتك إليك. سبحان الله. وبقى ليش يبقى من 2006 الى 2012؟ هاي المصيبه الكبرى اللي وجهات كيفه ماكو قانون وزاره، تقول لي يا بسوي انتخابات يقول لك انت ما عندك قانون. والقانون ظال موجود. زين، بالتالي النظره السياسيه هي القانون. اسمح لي. نعم. اسمح لي، وهي مهمه. القانون راح ب7 مديريات عامه، رجع ب 12 مديرية عامة. قامت يزيدون التقسيم، قامت تتفصل المديريات على أشخاص لا يحسبون الميزانية، لا يحسبون شنو معنى الشعبة، شنو معنى المدير، شنو معنى هذا التوسع العرضي اللي هذا التوسع. يعني الآن تقريبا 8000 إنسان بوزارة الشباب، احنا مستلمين ب 1800. بطالة مقنعة يعني كلش. زين، البقاء القانون بهالطريقة هذا دلالة على أنه نظرة الدولة أو الحكومة أو حتى البرلمان للرياضة نظرة ضيقة، إما بها حسابات أخرى للمكاسب. ما الدولة ما لها علاقة، الوزير يجي. كم وزير يجي ورا الأستاذ جاسم؟ عبد الحسين عبطان. كلهم الرياض. كلهم أربعتهم أنا كاتب المذكرة لا تريد راوي. قلت له أول ما يجب أن تنظر هو إعادة النظر بقانون وزارتك، إذا ما تقوم وزارتك من الداخل سوف لن تنجح.
بس راسا يتحول الصلاحيه الى برنامج. زين ليش ما تلوم اول وزير شباب ورياضه على الغبان؟ ما 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 صارت بزمانه القانون، ما طلع بزمانه. يعني هو يصير وزير على وزاره دون قانون؟ هو ما ترشح علي غبان، يعني ما يعرف كل شيء الاخ علي غبان. يعني قاعد الصبح قلت وزير شباب؟ لا، الكتلة عينته وزير شباب لأنه المرشح الأصلي رفض. منو كان المرشح الأصلي؟ ما أعرف. أنت؟ ما أعرف. وهذا السؤال اللي هسه أنا ظال في بالي، هو سؤال الناس كلها تحكي به الوسط الرياضي. أنت المهيئ الأكثر لقيادة وزارة، لقيادة الشؤون الأولمبية. ليش القائد مو شرط أن يكون وزير؟ أنا أعتقد في موقع المستشار ممكن أن يكون أكثر تأثير. الوزير يجب أن يخضع إلى ضغوط سياسية، وأنا إنسان ما أقبل مداهنة، ما أقبل نصف حلول، ما أقبل أسود وأبيض. يعني تعودت بالرياضة هالشكل. عندما يأتيك أمر مثلا من الكتلة اللي مرشحتك أو من الحزب اللي مرشحتك، مشينا هذا المشروع، مشينا هذا، أجرنا هذا، طلعنا هذا، سفرنا هذا، هذا ما أرضى. وصارت أنا مستشار، صارت وياي، وزعلت ناس عليه، قادة زعلوا عليه. زين انه يطلب مثلا بناية اقول له يا مال ابويا انا اعطيك اياها، يعني مو مال ابويا. هواي هذا واحد من الاسباب ولا سبب رئيسي؟ لا، انا ما اداهن، انا رجل دارس دا اسوي رياضة، ما جاي اصير وزير رياضة. بس الوزراء كان ساعدوك، مؤمنين بوجودك؟ اكيد اكو تقابع. ما يقدرون. يعني انا من اجى الاخ اكثر وزير انسجمت وياه هو الاستاذ جاسم. وبخلق عالي وانسان فكره، وقلت له لي قدام، قلت له انت مهندس، يعني حتى عقلك رياضيات اكثر مرونه من عندنا احنا. قلت له هي، وانا كنت محل على التقاعد من اجى، كنت متعارك ويا الوزير اللي قبله. زين، وقعدت وياه، قلت له بس لا ارجو ان ما تتدخل بالشؤون الفنيه، صير واجهه الدوله. وصار وسوى، قاعد الرجل مهندس، خلى 800 مشروع على ورق، زرعنا مشاريع شبابيه ورياضيه في 18 محافظه. الوزير الوحيد الان يطالع وياه 18 محافظه بالعراق. يعني دكتور باسل عبد المهدي كان يقود الوزاره فنيا؟ لا لا. اي نعم، ما كان يتدخل حتى بريد ال بعد خروج الأخ رزاق الله يرحمه، حتى قسم كبير من بريد الأخ عصام الديوان يحالي لي، وعصام ما يزعل، عصام تلميذي. زين، أنا أعطي وجهة نظر فنية، لأن أنا من أقول لا أكتب ليش لا، ومن أقول نعم أكتب ليش نعم. مو مجرد الاعتراض، لا، رجل فني متخصص، يعني مشتغل أنا ويا 11 وزير، رجل متخصص. زين، رجل متخصص، ما اجي على هواية يجيبوا لي وثيقه مزوره مشيها، ما اسويها، لو يعلموني ما اسويها. بالتالي كنت بهذه الطريقه تحس نفسك فعال اكثر. طبعا، وماخذ حريتي اكثر. يمكن بالموقع التنفيذي، يعني تكون وكيل رسمي مستشار، انت بارتباطك مباشر مع رأس الوزارة، واكو اساليب. الاستاذ جاسم هي فترة ذهبية، خصوصا الاربع سنين الاولى، الفترة الذهبية على مستوى اعادة بناء البنى التحتية. بس ما حليتوا، عفوا دكتور، اشكالية الشباب والرياضة. هي هاي المصيبة. شلون نقدر، انا ارجو ان تفهمني، يعني حتى استفاد مستقبلا، شلون نقدر نحل هاي الاشكاليه؟ هسه تعاقب الوزراء، بعضهم رياضيين مو رياضيين، بعضهم لاعبين طوبه، اليوم الوزير ما له علاقه نهائيا لا لاعب طوبه ولا اي بس هذا رجل اختصاص على المجتمع. جيد، هاي حلول؟ لا، لحل الفك هذا الارتباط. الاختصاص على المجتمع يجب ان يعرف شلون يشتغل بموجب مقدمه ابن خلدون اللي هي بناء الدوله. اللي قاري علم اجتماع قاري مقدمة ابن خلدون، هي كيف تبني دولة بحكم مؤسسات. زين، ويجب أن أعلم مدراء العامين إذا ما يعرفون هاي النظرية في بناء المؤسسة. بس مدراء العامين جابتهم أحزاب، ما يخالف، لا يقدر يقيل، لا يقدر يقيل، لا يقدر يغير، لا يقدر، مو يقيل، يعلمه، يأهله. احنا في معهد اعداد القاده في وزاره الشباب قبل ال 84، قبل ما اطلع تقاعد بال 84 او يطلعوني تقاعد بال 84، كلها صراعات طبعاً. طلعوك تقاعد، متعارك ويا الوزير.
وكل الوزراء متعاركين كلهم يعني مو واحد ولا اثنين كلهم مو متعارك يعني مختلف يعني من يقول لك وزير أنا ما راضي عليك وأنت كل شيء ما مسوي شو تقول له؟ من هذا قال لك؟ نوري فيصل شاهر هام ذاك الزمن ايه؟ قال لك أنا ما راضي عليك قال لي أنا ما راضي قلت له غلطان أنت ترضى علي أنا ما أرضى على نفسي إي والله وراسك ايه؟ أمرده قلت له ما تقدر تفرضني تقدر تأكلني ما تقدر تهضمني يغلط أغلط زين قلت له كل حلمك بالحياة جاهد يصير نائب ضابط أنا بالنص الدنيا وشايل دكتورة بالتأكيد أنت ما تحبني ما تعرف شنو إنسان تخصصي يريد يخدم إنسان سياسي في موقعه ذاتك كتب عليه تقرير أمني طلعت مخوش أمني طلعت طائفي طلعت زين وحالوك على التقارب ورق 15 يوم زين هاي المواجهات عشتها ما بعد 2003 يعني هواية عشتها هواية هواية خصوصا من الناس اللي يأكلون ياكم معهم واحد الغدر يعني ها مو غدر لا شنو احنا بحرب لا مو غدر يعني الناس اللي تكذب من اجل موقع اللي تضلل من اجل موقع اللي ترشي من اجل موقع زين انا ما امتين هاي السياسه وما صار ويا صغار يعني حقيقه مو عيب احكيها زين فجاس محمد جعفر اكثر وزير انسجمت وياه اني الفتره نعم كانت ذهبيه مخه يشتغل مهندس دارس يحترم المقابيل زين قعد الرجال بوحده سوى منهج 865 مشروع او 700 مشروع ماكو محافظه الان ما بيها مسبح ما بيها قاعه ما بيها ملعب ما بيها قاعه خماسيه ما بيها بس هو بيهن تاكل المشاكل صارت اي صارت مشاكل من قل سعر النفط ومن صار التقشف ومن جاء الارهاب ومن جاء داعش صارت مشاكل ووقفت المقاولات مثل كل المقاولات مال الدوله العراقيه زين لكن منو بنى هاي الملاعب ام 30 الف بالكوت وبالعماره وبالناصريه وبالرمادي وبالموصل كلها كلها ما دام هيك الموضوع هل يعني وجهه نظرك سابقا او موقفك من التقاطعات حكينا على الاولمبيه مع اتحاد مثل كره القدم كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى نعم. كان تقاطع كبير بين الوزاره والاتحاد حكينا عن الاولمبيه بين الوزاره والاتحاد حسين سعيد خارج العراق مشاكل هواية اتهامات بالقضايا عديدة اتهامات انتماء حزب البعث اتهامات طائفية كلام متبادل قصص كانت غريبة شنو كان موقفك؟ موقفي؟ نعم أنا كنت معارض لوجود هاي التشكيلة منهج هاي التشكيلة أنا ما أحكي على أشخاص منهج الاتحاد على المنهج نعم أتكلم على المنهج وقلتها أعلن بالتلفزيون قلت انه يعني يخوفون شو اسمه انه العراق يفصل انا شايف اذا بقى هذا المنهج بتخريب الكره وباستغلال الكره هوايه واتمنى ان اكون مخطئ اقول ان نتعاقب سنه هوايه احسن من ان يستمر هذا المنهج والمنهج استمر الى اليوم في مساله اداره امور كره القدم بهاي العقليه زين بهاي العقليه والوزاره كانت ماضيه في انهاء هذا الطريق ما ماضيه الوزاره ما عليها بس اجت فترات توقف يصير نعم حاضر نعم الفتره اللي توقفت بها اعتقد الصراع الاكبر الصراع الاكبر كان عندما قام فلاح حسن دعوه في محكمه كاس نتائج انتخابات 2011 ومحكمة كأس قررت إسقاط نتائج الانتخابات للتزوير اللي فاز بها ناجح حمود زين اللي فاز بها ناجح حمود بكلية الشرطة يعني نادي الشرطة أقام فلاح حسن ومجموعته أنا دعمتهم فنيا دعمتهم ليش ماديا فأجوا عندي بالبيت ترجوني ترجوك لا عندك قناعة بمظلومة لا بيتهم. أنا قريت اللائحة الكاتبها محاميهم حوالي 84 صفحة قريتها 100% تنجح الدعوة 100% تنجح الدعوة رجعنا بالذاكرة نشر ذاكرة شو المبرر أول حسين سعيد ما إجى ما حضر بالانتخابات ما كان مرشح حسين سعيد لا هو سحب ترشيحه يا عفوا أحسنت ودولة مساءلة وعدالة سوى ضده ها زين
بس الضحكه ماتك تحسها يعني كانت مكيده. ناس مافياويين في سلوكهم الله يخليك. اللائحه تزورت، الدرجه الثانيه تزورت، اضافت اسماء، اضافت انديه ما لحقت تدخل مؤتمر، ناس رشحت ما لحقت. يعني كانت مكيده ضد حسين سعيد. يعني شرار قاعد بالمؤتمر، اجت تهديد بالتليفون هو قاعد بالمؤتمر. هيا راح تكلم وراح يسمعوها الناس. زين فكيف بحسين سعيد اللي خارج العراق؟ حسين ما رشح. لا متقد طلعوا له مساله وعداله قبل ما يجي، ما رشح يعني متخذين كافه الاجراءات ان ما يجي. وفصلتوه من الـ من الـ من, من الوزاره؟ ما حد فصله، ما حد فصل حسين سعيد. أنا الى اليوم الى اليوم ما حد فصل حسين سعيد. يقول انا بدرجه مهندس كنت. هو مهندس من سنه 81، هو تعين بدرجه رياضي مو مهندس، كان طالب كليه الزراعه، كان يسوي ماجستير، كان موظف عندي بالالعاب الرياضيه يعني. ويوم سوى الماجستير دزيت له باقه ورد لكليه الزراعه. زين فما مفصول؟ لا ما مفصول يعني الى اليوم ما مفصول. الى اليوم يستلم راتبه؟ الى اليوم ويخابر على راتبه 3 نوبات حتى يستلم. يا الله يخليك. ليش رجع الاخ عبطان ورجع عينه مستشار بكردستان؟ رجع يعني كان مفصول؟ لا رجع عينه يعني عينه جابه مستشار بكردستان، ما مفصول احمد، ما حد فصل للحسين. الاجراء اللي صار ضد الاخ عدنان حمد وهذا خطا كبير، مو شغلنا هذا. احسنت. مو شغلنا ان يقعد وزير مثلا يفصل مدرب منتخب وطني. فنيا ما له مو شغله، لا فنيا ولا. زين بوقت انت اعترضت؟ ما كنت بالواجهه، طبعا اعترضت. طبعا اعترضت. يعني من فهو هو هاجم الحكومه يعني ورا ما خسر. انت شلون تروح عليه ولد من فعل خسران تريد تستنطقه تريد ما يجوز. وبعد في القرارات ضد الرياضيين تحس مو قرارات صحيحه كانت؟ لا قرارنا مو عادل، مو متوازن، مو موضوعي، مو علمي، مو شامل. قرارنا انفعالي، قرارنا خالي من العلميه. زين ما ينتشر، ما نعرف ردود فعله، ما نحسب حساباته. هذه عقليتنا. هذه عقليتنا اللي قادتنا الى هذا الحضيض. امور اكثر اللي نحكيها فضائح، عيب نحكيها، عيب نحكيها. محكمة كأس دخلوا خمس شهود اتحاد كرة القدم، صاروا سيلمة قدام المحكمة، سيلمة صاروا. زين وانا حكيت المحمود هناك بالمحكمة، رح حضرت انا الجلسة الختامية، لعب بيهم طوب المحامي بحيث ناجح حمود ما دخل شاهد، خاف يدخل شاهد. زين طيب فالوزارة كان موقفها حتى ارجع لل اجل القرار. قرار كاس يقول تنحل الهيئة الإدارية للاتحاد، تنحل الانتخابات، تلغى نتائج. طيب شلون انا ادخل نفس الناس اللي زورت؟ اقعد احل المشكلة بشكل علمي ادبي، شنو مصلحة الرياضة؟ راحوا قالوا نسوي المؤتمر باربيل، 4 بقوا بغداد و4 راحوا لاربيل. مؤتمر تمام لو لا؟ زين وهذا الغلط الكبير، انشق الاتحاد. 4 ويا الحكومة و4 ضد الحكومة. وما يجوز. طيب بعدين استلم الملف الاخ علي الدباغ وراح اللوزان وقابل، راح جنيف. العفو ليش علي الدباغ استلم الملف؟ علي الدباغ بعد مفاوضات لوزان 2007 2008 كسبوا اللجنة الأولمبية الدولية بحيث كلفوه بمهمات حسنة. لبق بالكلام وبراغماتي، مفاوض زين يعني، ولغة الإنجليزية عالية طيبة. صارت له علاقة مع بول ميرو رئيس مكتب العلاقات الخارجية باللجنة الأولمبية الدولية، وتقريبا هو صاحب القرار. والرياضة حلوة؟ لا مو حلوة، سياسة أكثر. إيه يعني هي بيها كسب إذا أريد انتخابات سياسية، بس هو الملف يعني مو. بس هو راد يصير حتى يرشح على اللجنة الأولمبية. أنا ردت ورطه لأنه كان أهم ملف عندنا في تلك الفترة هو ملف اللجنة الأولمبية الدولية. كان أهم ملف عندما يكون عندنا امتداد مع اللجنة الأولمبية الدولية عبر شخص خليته مثل سفير نوايا حسنة، وخلي وياه مجموعة فنيين وخلي يسوي رياضة.
شنو يعني لا نهدئ الاوضاع؟ وصار الضجه في وقتها على الدباغي رشيد. وليش تصير ضجه؟ يعني لان قناعاتنا لازم رياضيين يعني على الرياضه. يعني الجوي لا شنو رياضيين على الرياضه؟ ما انت قدمت رعاة حمودي للجنه الاولمبيه؟ ليش هو بلاتر لاعب طوبه؟ زين؟ ما انت قدمت رعاة حمودي للجنه الاولمبيه؟ انا ما قدمت. ما انت دفعت باسم رعاة حمودي؟ لا 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 على كيفك، لا على كيفك، انا ما قدمت رعاة حمودي. انا قعدت رعاة حمودي وطالب فيصل عندي بالبيت. هاي جيره بزبون صارت علي. زين؟ قعدتهم بالبيت قلت لهم عيب ترشحون واحد ضد الله. تمام، قلت لك بديش الحلقه. بس انت في يعني موقعك وفي قيمتك الموجوده يقال بانه قدمت الاسم للسيد نور المالكي. ما قدمت ولا قدمت اي اسم ولا قدمت ولا قلت رئيس الوزراء بانه هذا مفيد هسه ممكن. انا كل ما في الامر صارت هجمه ما كنت اشوفها ملائمه على راعد حمودي. زين قدامي قلت لهم عيب هذا الكلام، هذا كابتن منتخب العراق 10 سنين في عز كرة القدم العراقية. زين؟ ما يجوز هذا الكلام. ما يجوز هذا الكلام، يجب أن نوحد ذول الاثنين. إذا نخسر واحد منهم نخسر نص الرياضة، وهذا اللي حصل لليوم. زين؟ لا هو رعد افتهم شنو معنى القائد بالرياضة ولا طالب فيصل قدر يفهم شنو معنى. صاروا بيناتهم إلى حد اليوم بصراع. صح للمعلومة. أنا هسه على الذاكرة أشتغل، في وقتها دخول رعد حمودي بالهيئة العامة ودخوله للانتخابات المكتب التنفيذي، كانت الحكومة سهلت هذا الموضوع، سووا لا مو الحكومة سووا بالنظام الداخلي ممثلي الوزارات مو الحكومة. إي والله تفضل. أخذنا ممثلي الوزارات بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية أن يعني يكون للخمس وزارات ممثل، والمنطقة الشمالية ممثل، والمنطقة الجنوبية ممثل، ومكتب رئيس الوزراء ممثل. اجى على اثرها علي الدباغ. عد ليش سويتوا هاي الممثليات السبعة والثمانية؟ مثل قبل يعني قاعدة الرياضة هي الجهات اللي بيها الشرطة يعني الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والشباب. ان يعني يكون عندهم ممثل في الهيئة العامة للأولمبية. زين؟ الخطأ اللي وقعنا به او اللي وقعوا بي انه الترشيحات صارت مزاجيه مو علميه. يعني من وزير التعليم العالي رشح لي 9 محل ما يرشح واحد. طيب وانت حرمت 7 من زين اخي انت الوزير، انت تعرف من الاكفى. يجوز واحد يريد يرشح على موقع اخر من رشح 9 اسماء، وتالي اللي دخلت ممثله وزاره التعليم العالي حتى ما خلوها ترشح وما خلوها تصوت. عجيب. اي نعم، يعني نلعب به الملعب. إيه بس لولا هذه ما كان يدخل رعاة حمودي، شلون كان يقدر يدخل؟ رعاة كان كاسب نادي الشرطة؟ كان كاسب اولا اقليم كردستان كله ولا زال. حبيت هاي ولا زال. زين ولا لانه يقال بان اقليم كردستان هو اللي مبقى رعاة حمودي. نعم ويخابرون ويوسطون ويتوسلون اخوك يعني نعرفه وخليه يسمعني. زين وبعدين رعد يعني سلس بالعلاقة، سلس سلس بالعلاقة، يكسب بالعجل. اي بس حسب قلبك اشياء بس ما تريد تحكيها. اي بالتأكيد ما اقدر احكيها، يعني ما اريد احكيها لان يعني انا احب الرعد ولو ما يستاهل محبتي. زين ايوه يعني احبه وما يقدر يحكي عليه، يعرف هو انا شنو بالنسبة له. زين ليش ما يستاهل؟ ما ثبت انه قائد. ايش قد حكيت انا اللي كذب علي انتهى بالنسبه لي. كذب عليك وايه، وخدمته خدمه كبيره بالقضيه التحضير للدوره العربيه، وتالي بيع شو اسمه بسفره وبيعها بقرار. شنو يعني بيعها بقرار؟ يبيعها بقرار يتخذوه بلا بعد نظر. يعني احنا قاعدين 7 دكاتره بدنا نخطط للتحضير للدوره العربيه بالدوحه. زين 2011 ومقدم له وثيقة ومختار لجنة كاملة وقاعدين ليل ونهار نشتغل ويا تعال صدر لي قرار مكتب تنفيذي. قررنا انه كل اتحاد تطهم عسكريين داخلية ومعسكرين خارجية. وانتو شنو علاقتكم بالموضوع تقررون؟ من يقول الاتحاد يرد يروح معسكر؟ مكتب تنفيذي احنا دا نخطط شنو المعسكر، شنو المدرب الاجنبي، شنو التدريب. هاي بلوة الرياضة بالعراق ما يفتهموها لا هم ولا اتحاداتهم. جيب لي اتحاد يعطيك برنامج مال سنه، خلي جيب لي اتحاد يعطيني برنامج مال سنه مكتوب. زين عله الرياضه العراقيه في نتائجها هو نظام المنافسات المعتمل في الاتحادات والعمليه التدريبيه.
والعملية التدريبية محتوى نوعا وكما كلها متخلفة. احنا ما نتمرن، احنا نلعب، ما نقيس بالعالم، نريد نصير ابطال ما نقدر لانه احنا ما نتمرن. احنا مو يعني قياسا بالعالم لعب، قياسا بده يسويه العالم اليوم بالتدريب لعب، يعني مو ماكو سباح، ماكو سباح بالعالم يريد يصير بطل ما يسبح يوميا من 10 الى 12 كيلومتر يوميا. يوميا بالحوض. زين جيب لي سباح هسه يسبح 4 كيلومترات، وين يسبح خطي واصل؟ لا وين يسبح ملقى. انا اللي عمري 84 سنه اسبح 2000 متر. زين السباح العراقي ما يسبح 6 كيلومترات باليوم، وانا سباح دا احكي، ما دا احكي. نعم نعم. يعني اذا ما تسوي انت حجم تدريبي للسباح 200 كيلومتر بالاسبوع 6 ايام 5 ساعات باليوم 3 وحدات تدريبيه، زين ما يصير بطل عالم بعد، مستحيل. انت شلون تتنافس في واحد يتمرن يوميا 35 كيلومتر وانت تتمرن 4 كيلومتر؟ شلون تقدر تنافس بليبس الامريكي طبعا اللي حصل؟ وشلون انت تجي تتنافس مع انسان انت تدخل بالسنه كلها 3-4 سباقات وذاك يدخل بالسنه 30 سباق بالاولمبياد؟ اكيد انت راح تكون يعني انت تقول لي هذا اللي اخذ 8 ميداليات ذهب بخمسة ايام، شنو اعداده هذا؟ وحش هذا. سيلوه قالوا له بالمؤتمر الصحفي، قالوا له تتمرن 7 ساعات باليوم، قال هو بقيت الوقت شو اسوي؟ زين اذا قالوا وبقيت الوقت شو اسوي اذا تتهموني؟ طيب شلون هذا دخل بثمان لعبات تصفيات وبثمان لعبات شبه نهائي وبثمان لعبات نهائي شلون؟ وكلها ارقام عالميه وكلها ذهب. زين هسه هذا فلته. فالعله بالنظام بالتدريب علم التطور الرئيسيه في نظام المنافسات المعتمد للاتحادات سنويا. جيب جيب لي اتحاد عنده نظام اكثر من 3 اشهر عنده مشاكل، يقول لك لا عندي ملعب، لا عندي قاعه، لا عندي فلوس كافيه، لا عندي. بالسبعينات كان عندنا قاعه وعندنا فلوس وعندنا شو اسمه، كنا نتمرن 10 اضعاف هسه. الله يخليك، بالسبعينات عندنا قاعه، بطل عرب طائرة، بطل عرب سلة، بطل عرب قدم، بطل عرب ساحة وميدان، بطل عرب جباص، بطل عرب منضبط. حتى على آسيا كان عندنا تدريب. يعني شنو اللي تحتاج المصارعة حتى قاعة غير دوشك ويتباطحون عليه؟ شنو اللي تحتاج الملاكمة من قاعة؟ وشنو اللي تحتاج المنضدة من قاعة؟ خلي ميزو خليهم يدربون 7 ساعات باليوم. بس احنا بس يكون عندهم نظام تدريب. بس احنا اعتمدنا نظام الجدية من الحكومة هي مسؤولة عن كل شيء وهذا غلط. زين. تاخذ مديات حلوه فنيه ما يخالف، بس ارجع لك بس في وقتها، بس حتى الاولمبيه ملفها شائك، ما كان اكو ناس مرشحين اخرين عندهم القدره على 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 القياده؟ هنا السؤال، هل يفتقد العراق للقاده الرياضيين؟ نعم يفتقد. الموقع ما يسوي قائد، القائد هو اللي يسوي الموقع. الموقع ما يسوي خبير، الخبير هو يسوي الموقع. احنا العكس، احنا يتعلم من يستلم الموقع. مفروض الموقع هو متعلم. نعم وفاهم. نعم ويتدرج، مو يجي من القهوه يصير عضو لجنه اولمبيه. وهذا خطا كبير برياضه العراق. وهذا احنا الاولمبيه بس ترى يعني الاتحادات هم نفس القصص. كلها كل الرياضه، الانديه نفس الشيء. والانديه ايضا نفس الشيء. وانت هي المصيبه هاي كلها المصيبه كلها. لان ما عندك قانون الانديه؟ لا. قانون شنو؟ اقعد انا 3-4 ساعه اكتب قانون. ماكو الاراده ويقرروا ويشرعوا، ما حد يصوت عليه. اي لانه اكو مصالح. بس المصيبه الكبرى انت كل فلوس الرياضه من الحكومه. يعني يصرف سنويا على الرياضه العراقيه ما بين مناح يعني انديه مؤسسات، كل فلوس المؤسسات يعني من الحكومه. والاتحادات من الحكومه، واللجنه الاولمبيه من الحكومه، ووزاره الشباب من الحكومه، تجمعها بحدود 400 مليار دينار سنويا. 400 مليون دولار سنويا. زين؟ سنويا. تتحول الى ان الحكومه تكون مشاركه في شراء وبيع لاعبين محترفين مطلوبه. زين؟ لا عرفوا يخلون سياسه استثمار ولا 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 سياسه دعم قطاع خاص يدعم رياضه. زين؟ هذه مصيبتنا احنا، مادين حلوقنا على الحكومة تطونا نسوي رياضة، ما تطونا نبطل، نطلع مظاهرات. تمام لو لا؟ تمام. هذا الحكي. طيب، قانون الأولمبية اللي أقر مؤخرا، أكيد شفته. شفته طبعا. شنو رأيك بيه؟ متخلف. متخلف؟ نعم. 2020 أعتقد أقره متخلف.
متخلف ما يمكن ان يسوي انجاز. هو شنو واجب اللجنه الاولمبيه؟ يا سمو قالوا المكتب التنفيذي خلوا الاتحادات الفنيه هي تشتغل، ماكم علاقه وما كيفوا الاتحادات. اول واحد قرروا زياده مخصصاتهم بالإفادة من بعد بكيف؟ غالبيه طبعا اجوا انطوا غدوا الرياضي زين، جابوا له مدرب خبير، بس جابوا مدربين وقعوا مع بعض المدربين الاجانب، سووا له اجواء احسن. غالبية الفلوس في الرياضة ما تروح إلى الرأس المال الأهم في الرياضة وهو الرياضي أو المدرب. ما تصير مدرب بالتلفزيون يقدي، عيب. فالقانون متخلف، القانون ما يحقق واجبات العمل الأولمبي مثل ما يستوجب بالعراق. زين، أنا من أسوي قانون أخلي لي هدف أنه يجب أن أحقق إنجاز رياضي، لأن واجبي أنا أحقق إنجاز. زين، مو واجبي أنا أبقى بالموقع إلى ما لا نهاية. إذا باقي أنا 4-5 سنين دورتين وما قدمت في صف واحد وأسقط كل سنة، لو أنا ما أفتهم لو المعلم ما يعرف يدرس، مو هاي صح. حقيقة. زين، إحنا ما عندنا هذا الشيء. زين، هذا بعد خلال حديثنا بعد 2003 كل جزء مرينا عليه بيعله بمشكلة. ربما الشيء البارز اللي سويناه هو تحركاتنا من اجل اقامه كاس الخليج ورفع الحظر، تعتقد بذلك؟ يعني هي صارت محاولات كبيره في مساله اقامه كاس الخليج، بس احنا اعطيناها قيمه اكثر من ما تستاهل رياضيا، وصرفنا لها جهود اكثر مما تستاهل رياضيا. هي الفكره ما كانت لاجل ان نقيم كاس الخليج، فكره المدينه الرياضيه تقصد؟ لا، فكره كأس الخليج يعني البصرة. لا بس هو خلي العفو، انت موجود شنت، احنا قلنا ليش ما نستضيف كأس الخليج، فلذلك قررنا نبني ملعب. ما لو بالعكس ما قلنا الشكل، الفكرة بالأساس انطلقت في غرفتي في وزارة الشباب، طرحها الأخ الدكتور حسين يونس. قال يجب أن نسوي شيء يحرك المباريات الدولية بالعراق، يكسر الحظر على العراق. قلت له لازم نجيب بطولة ما معترف بها دوليا. روح يا حسين يونس، انت عضو لجنة فنية في مجلس وزراء الرياضة والشباب العرب، جيب لنا موافقة انه العراق يقيم بطولة الخليج 20 في البصرة، 20 كانت سميناها 20 بصرة. زين، راح الرجل جابها لبق وسبع ويشتغل يعني. هاي الورقة قدمناها للحكومة، اقنعنا بها الاستاذ جاسم. اقنعنا بها الاستاذ جاسم جعفر، كتبنا رسالة الى رئاسة الوزراء، اعطونا دعم معنوي ومادي لاجل ان نقيم لهذا الغرض. يجب ان نبني مدينة رياضية في البصرة كهدية لأهلنا بالجنوب، تعويضا لما لاقوه من ظلم خلال النظام. هذا كان البداية وغاية طلب الخليج. ولا هي بطولة الخليج، ليش تجيباني الخليج؟ أنا أقدر أجيب تركيا وأجيب إيران وأجيب تونس وأجيب سوريا وأجيب العراق ولعبهم أكبر من بطولة الخليج. إحنا أعطيناها حجم رياضي أكثر من مردوداتها. تقصد بالتنظيم له هاي قبل السنوات اللي حاولنا معهم؟ اسمح لي. جت موافقة رئيس الوزراء أنه ندعم هذا التوجه نحو استضافة البصرة للخليج، وندعمكم في بناء مدينة رياضية في البصرة، أعطيكم سنويا من الميزانية التشغيلية 100 مليون دينار سنويا لمدة 3 سنين. زين، وشكلنا وفد في الوزارة قوامة نائب البصرة وائل عبد اللطيف، محافظ البصرة المصيبيح الله يرحمه، لاعب البصرة هادي أحمد، عمو بابا تأثيره وعلاقته بالبصرة، السيد الوزير، وأني وحسين يونس. رحتوا ما أخذنا تعمدا أي واحد من اتحاد القدم. متعمدين لأنه كانوا مصوتين لصالح الكويت ضد العراق. وين؟ لصالح مؤتمر الكويت، مصوتين لصالح اليمن ضد العراق، وعندي الكتاب. على إقامة كأس الخليج؟ على إقامة كأس الخليج. زين؟ ليش شلون صوت العراق وهم مجاز؟ وين تلعبهم؟ استجيب لك شهاده مندوب الكويت. لا ليش اصوت العراق وانا ما عندي ملعب بوقتها؟ وين العبهم الخليج؟ يجون العبهم
البطولة كان مقنع في وقتها. البطولة بعد لها ثلاث سنين، البطولة بعد لها ثلاث سنين، الحكي يعني بعد ثلاث سنين يلا تقام البطولة. احنا الملعب قلنا خلصه بثلاث سنين، اعطانا الرجل 100 مليون كل سنة، مليار عراقي، 100 مليون، 100 مليون دولار، دولار يعني كلفة الملعب كنا حاسبيها 300 مليون وكنا حاسبين 50,000 متفرج، مو بهذا الحجم اللي يصير، وكان ممكن ان يكفي البصرة زين. وكبرتهم ونوبة طرحوا 100,000 وانا قنعتهم 100,000 ما يجوز، اكو نقل تلفزيوني، اكو قضايا امنية، الملاعب الكبيرة بالعالم ام 100,000 قامت تلغى، ملعب لايبزيك اللغة، ملعب موسكو اللغة، ملعب لندن اللغة، ملعب براغ اللغة، ملعب مارغانا بحياته ما مملي اللغة، صارت بدورة ينزل فوق 80 بشوية زين، لأنه مسائل النقل التلفزيوني قامت تجيب فلوس أكثر من اللي يأمون الملعب، حتى لو تسوي الملعب 500,000 زين. مارغانا بحياته ما انترس، بنول البطولة العالم سنة 50 لا بس منها بالنهايه ولا يوم انترس. ها مارغانا من صار 82 انترس، بس من بال50 من سوى بطوله العالم في البرازيل، من انجلترا خسرت في امريكا اي، ولا لعبه انترس الملعب، 230,000 متفرج ولا لعبه انترس، فاللي شو سوى 84,000,000 زين زين. فكان اعتراض بعدين صارت، بس هاي كاس الخليج شفنا جمهور، كان جمهور غفير عظيم. هذا هسه غير شكل، هذه قضيه حقبه الدرجال غير ذيك الفتره. اي خلينا على ذيك الفتره. أي بعد أي رحنا فاوضنا كل رؤساء الوفود، شفنا ابن الشيخ فهد، شفنا شيخ عيسى، شفنا احمد الفهد، شفنا وزير العماني، شفنا ولي العهد القطري الاماراتي، كلهم قابلناهم وكلهم ابدوا فكره انه نعم احنا نرضى ان تكون بطولة الخليج في العراق. تحولت القضية الى صراع سياسي، انحلت اليمن محل العراق وهو مشروع سعودي ما يتقبل غلط، وهم كان رشاشة على موضوع الامن بالعراق، اي موضوع مو زين. لا بس انتم تعرفون القصة السياسية. اي بس احنا من رحنا كانت اكو هدوء بالعلاقات. الإثارة صارت بعد أن صار الإرهاب والطائفية وإلى آخره. يعني كانوا هم متفاعلين، وكان دور أنا سنة 2015 التقيت بالسفير العراقي بجنيف من رحت محكمة كاس، التقيت بالدكتور الحكيم شفته ذاك الأسبوع، وقال لي بلاتر عنده محاضرة في النادي الدبلوماسي. قلت له أعطيك رسالة تطيها وتوجه له باسم رئيس الجمهورية دعوة هو عائلته لزيارة العراق، يطلع على الأوضاع بالعراق، على الجمهور اللي يجي للساحة، على حب العراق للكرة، بلكي يعيد النظر بقرار الحظر المفروض على العراق، لأنه وصلته معلومات مكتوبة بأيادي عراقية. من كان يكتب؟ هاي كلهم يكتبون مكتوب اتحاد القدم يعني زين. وسويت له رسالة، سويت له رسالة وتفصيلات، اعزمه ووافق مبدئيا أن يحضر، انهملت لا وزارة الشباب تحركت ولا وطلة نسخة للخارجية وللشباب وللجنة البرلمانية، للجنة البرلمانية تحركت ولا وزارة الخارجية تحركت ولا وزارة الشباب تحركت. أنا أدعو رجل بهذا المستوى باسم كن اهتم بأنه أجيبه رئيس الجمهورية، فانهملت وعندي المراسلات كاملة، عندي كاملة زين، وقدم له هدية باسم العراق حلوة وش اسمه، وقبل الرجل زين. والمسألة الثانية هي موضوع القرار 140 اللي قابلنا به رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي توماس باخ زين، اللي رحنا عن طريقه إلى 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 لوزان. هي العالم تريدنا، احنا ما نعرف ندبر أمورنا، هي العالم تريدنا. يعني من يشوفون دولة مهتمة هالقد بالرياضة وتصرف هالقد على الرياضة وتسوي اتصالات سريعة بالرياضة وتريد تحمي ماليتها، أقول لا، خلي الهيبي يبوق يعني ما دام الدولة تعطي فلوس. طيب بس ملف الخليج التأثير كان سياسي، الحكومة العراقية في وقتها ما كانت مشغولة بالكثير من القضايا،
ما كانت مركزة عن سياسيا تتحرك. الخليج كان عندهم موقف سياسي كامل من العراق، وما يقدر أي رئيس اتحاد أن يخالف رأي الشيخ أو أن يخالف رأي الأمير أو أن يخالف رأي السلطان. هذه مسألة يجب، إحنا نقدر نخالف رأي حكومتنا من نطلع زين، بس هم ما يقدرون. هاي يحشوهم أيضا، أنتوا العراقيين هالشكل يحشوها زين. فتسيست القضية ولعبت بها مصالح بس استمرينا بالبناء. هذا كان المكسب الأهم، استمرينا بالبناء وكبر البناء وتحول إلى واجهة مدينة رياضية، واجهة حضارية رائعة زين، نتباهى بها قدام العالم. في حينها من انفتح كان واحد من أحسن 10 ملاعب بالعالم، من أجمل 10 ملاعب. بس إيش كان افتتاح فقير في وقتها؟ لا مو فقير. دعيتوا أندية والأندية تعاقب الدولية. أنا ما كنت، ما حضرت، ما قبلت أحضر، لأنه يعني كنت تضيع أنت بين شو اسمه، لأنه الناس دارتها بفكر سياسي مو فكر رياضي. أولا الرياضة ما شاركت بها يعني لعبة الطوبة ما تعني رياضة العراق. أنا أسوي رياضة العراق، أجيب فريق جمباز يستعرض بالساحة، أجيب مصارعين يستعرضون، أجيب عدائين يركضون، أجيب يعني كان ممكن أنا أسويها كمهرجان رياضي كامل، لكل نادي أدز 30 بطاقة، لكل وزارة أدز 30 بطاقة. ما يجوز أحمد راضي يطلع بال 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 بالتلفزيون يقول ما داعيني، يريد بطاقة أدز له 10. وما يجوز قاعد واحد مثل هادي أحمد كان درجة رابعة قاعد بالفي آي بي مال شو اسمه، ما يجوز. إحنا ما نعرف نتصرف يعني، مو بس تقديرا وحبا لهذول الأبطال، وإنما إحنا نحترم نفسنا عندما نحترم رياضيين وأبطالنا. لذلك صارت هاي العداوات وهاي العداوات. كأس الخليج الأخيرة ما شفتك. أنا ما رحت. وجهوا لك دعوة؟ إيه وجهوا لي دعوة بس اعتذرت. شنو السبب؟ زعلان؟ لا ليش أزعل؟ إيه أنا ما شايف لها قيمة، يعني أروح أحتفل سياسيا وهوس ولا هوسون زين؟ يعني أنا ما شايف. عندك شيء تحكي لي؟ ما شايف حدث رياضي كبير. كأس الخليج؟ ما شايف حدث رياضي كبير. أنا حاضر 11 بطولة عالم كرة قدم، 10 بطولات أوروبا كرة قدم. الله يخليك، ما تغريني بطولة الخليج يعني رياضيا، ما تغريني رياضيا لكن على المستوى. نعم الكسب السياسي بها كان عظيم، والفائز الأول والأخير بها هو الجمهور العراقي. الجمهور العراقي ثبت أصالة عظيمة، ويعني جمهور البصرة. ما تابعت المباريات يعني؟ ما شفتها كلها يعني، شفت بعضها بعد أن تنتهي المباراة، لأن ما أتحمل أشوفها بالنقل الحي. ليش؟ لأنه أكيف من الفريق اللي أريده يخسر. يعني أنا مثلا ما أحب منتخب ألمانيا، بس من يقولوا لي خسر أتونس من أتفرج عليه. أشوفه بالتسجيل يعني؟ أشوفه بالتسجيل. طيب تعتقد بأنه يعني جزء من اللغط اللي حاصل على 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 كأس الخليج هو عدم، هو المبالغة مثلا، أو تحويلها إلى قضية أخرى؟ منو؟ يعني الحديث عن كأس الخليج اللي حصل يعني. نعم صرف حتى الحديث عن الصرفيات أو الأموال اللي يعني مردودات الرياضية قليلة جدا مقابل ما أنفق عليه. قليلة جدا، إلا إذا أكو فلوس راح تجي مقابلها. ما أعرف يجوز عدنان مرتب أمور بهذا الموضوع. ما أعرف يعني من يكون حفل الافتتاح بهذه البهجة بهذه العظمة ومنفق عليها هذه الأموال لأول مرة بالعراق بهذا الشكل الإلكتروني. نعم حدث يجب أن نعرف إيش قد قيمته، وهل هو الأهم أو هو المهم. فالمهم الأهم يجب أن يسبق المهم في رياضتنا يعني. زين. لأنه جزء كبير أو جزء الأعظم من هاي الأموال كان ممكن أن تنفق على مسائل في الرياضة العراقية تعيدنا، تخلينا على سكة العمل المنظم المتصاعد الضامن. خمس دقائق عندي بس، أنا أسألك سؤال يعني وأتمنى منك جواب علمي. هل هناك أمل مستقبلا بالرياضة، ومن أين
نبدأ إقرار القوانين، إعادة النظر بها وإقرارها، مساعدة الدولة، وضع سياسة، وين نبدي؟ التطور يحتاج إلى عاملين، ثقافة وشجاعة. طيب اثنين ما نملكن من في رياضتنا، في القرار الرياضي مالتنا ما نملكن لا ثقافة ولا شجاعة. الثقافة الملائمة، واحد حافظ لي المتنبي، هاي مو ثقافة، يعني ثقافة قصدي عامة رياضية. زين، ثقافة رياضية شاملة وشجاعة، واثنين ما نملكن. الشجاعة باتخاذ القرار. نعم الاثنين هن ما نملكن. اثنين الآن في وسطنا الرياضي ما نملكن، يقول لك عنتر ويتناطح مدري شنو، ايه بس الشجاعة معناه عندما تقدم على وضع قرارات جريئة تقود تضمن تحقيق التطور وتتحمل نتائجه. هذا ما حاصل عندنا. احنا دائما نحمل الحكومة هي المسؤولية، ما نرضى شوفوا كلها فاتحة حلوقة على الحكومة تريد فلوس، زين، وتالي الحكومة قامت تبيع وتشتري الوعي بطوره. هسه يريدون يسوون دور محترفين، وقعوا مع اسبانيا يسوون دور محترفين. اذا تجي جهات اجنبية تدعم وتبدي الفكرة أول سنة يصير تواجه انتقادات وتواجه، لكنه عندما تستقر بس هو هذا مو نظام الاحتراف، مو نظام احتراف. عندما تطي الحكومة كل الفلوس هذا مو احتراف. احتراف عندما الأندية تبدي تلقي ممولين وتعرف شلون تسوق وتعرف شلون تستثمر، هذا احتراف. أما هسه أنت ما شفت هذا اللاعب اللي أبعد من نتيجة الحرب ونزل نادي بوزان الروسي، لاعب من اعتقد من اذربيجان، مو اذربيجان، من جورجيا. زين، وراح احترف في نادي ايطالي، اشتروه ب 13 مليون. زين، نادي ايطالي الان اول، نابولي اول بعيد، كفاره، اي لاعب كفاره، اي جورجي. زين، جورجي هسه معروض عليه 200 مليون. هذا للنادي، هذا بزنس، هذا للنادي. الحكومة الجورجية ما تقدر تسوي لاعب واحد. ميزانية. زين، إيه هذا احنا نحكي على الأندية، يعني رياضات عموما والأندية عموما. عندنا أندية فاتعة مشاريع قهاوي، قاعدة يعني قهاوي يا أخوي. زين، يعني تالي دكتور، يعني تالي لازم الحكومة تسوي لها سياسة رياضية معتمدة تقرها، ويجب على الكل أن يتمسك بها وينفذها. ما يصير نادي يقول أني ألغي اللعبة لكذا ما عندي فلوس. طيب أنت دمرت لعبة لأنه ما عندك. ذاك لو أندية انسحبت في كرة اليد بالدوري ما عندها فلوس. طبعا ما عندها فلوس، ليش يسوي فريق؟ ليش أسوي نادي إذا ما عندي؟ إحنا شو نسوي؟ إحنا تعلمنا أن أسس النادي ونكسب لاعبين وبعدين ندور على رواتبهم. يفترض عندما أسس النادي لازم عندي مصادر تمويل وحاط خطة ايش قد راح اجيب فرق ولاعبين، حاط خطة وش اسمها، واعرف اتصرف. اني اسوي اجيب لاعبين وبعدين اسوي اضراب ما عندهم رواتب، زين، واقوم اداعي الحكومة، ما يجوز. هاي مو رياضة، كذب، هاي قشمرة. زين، قشمرة. دكتور باسل عبد المهدي، ممتن جدا، تعبتك اعرف، ودعتك اذا تحشوها ثلاثة ايام ما اتعب، والنعم منك. بس اذا ان شاء الله بعد فتره ممكن ان نلتقي مره اخرى، لان هواي ملفات موجوده، الكثير من الملفات اللي الرياضيه. بس يعني شيء واحد اجو انت، اذا هذا الكلام يعني بمبالغه او بتجاوز، انا مستعد كل كلمه قلتها انا اعرض وثيقه. ها اذا المقابلين قالوا؟ نعم. مو المقابلين، حتى بالنسبة لكم، يعني أنا ما تكلمت بلا تجربة، ما تكلمت بلا معاناة، ما تكلمت بلا تفكير، يعني هذه معاناة شخصية عانيتها خلال هاي العشرين سنة الماضية وقبلها أيضا، مو بس ويا حتى قبل السقوط كنت أنا أواجه، وكنت دائما إلى جانب الرياضي، لذلك شوف هسه الفيس مالتي كله رياضيين. إن شاء الله دائما تبقى موجود وأيضا تكون مصدر للكثير من الرياضيين. شكرا جزيلا دكتور، ممتن لك. شكرا لك. شكرا، أتمنى لك التوفيق للجميع إن شاء الله. أيضا لكم التقدير مشاهدينا عبر الرابع ورابع الرياضيين، نلتقي على خير، إلى اللقاء.